السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. أنا في أبها في جبل. هذه طائرة الخطوط السعودية بوينغ 747-300 اللي تعطلت أو صار لها حادث في مطار المدينة أثناء الهبوط وسحبوها لأبها عشان على أساس أنها بتكون مطعم، بس ما أدري إيش صار وظلت هامدة فوق سفح هذا الجبل، ما ادري ايش اسمه. عموما تكلفة نقله حسب ما نقل 2 مليون ريال من مطار المدينة الى ابها، بس ما صار شيء. صراحة شيء جميل انك تشوف طائرة بعد خدمة تقريبا 30 سنة. اول استلم الطائرة 86، عام 86 الخطوط السعودية استلمت هذه الطائرة، مصيرها فاينل ديستنيشن حقه هنا. طلع للجبل هذا مسكر الطريق، يعني طريق مسكر ما تطلع رجلية. طبعا هو ممنوع بس الناس دخلنا بين الشبك، بس متعب جدا رقيتها. اللي ما عنده لياقة لا يطلع من بيروح فيها، او اذا طلعت خربتها اطلع بس جيب معك مويتك وجيب معك مشروباتك. انا اني صراحة طالع ضب الحين، والله اني طالع ضب، فودي اشرح، ودي بعد ادخل جوا، بس مشكلة انه ما تدخل الا عن طريق لاندنج جير الخلفي، ثم تطلع على الجناح، ثم تدخل مع الباب، لان هذه السلالم بعدوها شوي عن طائرة عشان ما حد يدخل. فصاحبكم ما شاء الله يعني رشيق. شوف في واحد يطلع فوق، شوف يعني انا ما عندي نسوي ولا، ودي والله ودي اصور المقصورة من جوا الكوكبيت، ودي اصور الجن اللي فيها، ودي اصور كل شيء. شيء جميل طائرة تشوفه عن قرب بعد سنين، ونشوفه في المطار، تشوفه في الجو. طبعا انا ما جبت عدتي، والسبب اني ما توقعت ان المكان مفتوح، على حسب علمي ان المكان مغلق. بصراحة شيء محزن، والله محزن صراحة الطائرة تكون نهايتها بهالشكل. على فكرة انا صورتهم يسحبونها من مطار المدينة، اثناء تصوير الهبوط كانت موجودة في نهاية المدرج يسحبونه من عند الشبك.
عندي واحد من النوافذ ديكور النافذة اللي فيها زلاجة أعتقد. هذا رقم المعقد 44. كار جودار شو هذا جزء من الديكور الداخلي ومن المقصورة ضغط الكفر نكشة أفضل السعودية نكشة قديمة خدمت كثير أول دخول للخدمة 86 86 يعني حولي أنا أكبر منها طبعا الحادثة صارت عام 2011 في مطار المدينة حادثة انزلاق على ما أعتقد أثناء الهبوط طلعت من الخدمة عقبة وسحبوه هذا جزء من المقعد أريكم نكشة الخطوط السعودية سيف النخلة اللي عليها هذه الزبلجات مجلة أهلا وسهلا أتوقع الله في غلاء أنا كيف الراديو ليش غطوه بهالشكل عشان نطير مع الهواء يعني مرة شيء جميل تستمتع إذا أنت من هواء وقت الطيران هذا تسجيله شو شعر الخطوط السعودية شعر القديم الأجمل من وجهة نظري بسبب اللمعة اللي فيها اللمعة الذهبية أنا طولت هنا تغرب الشمس وبدأ العالم يرحمون ما عندي يطلع لي مضيف جني قلت تعال هذه الجولة اللي تمنيتها من زمان صراحة انتهت كان ودي اني ادخل جوا بس ما حصل